انا جيت تعلمت في برنامج عاملاه مع لطفي العبدلي في برنامج عشان مش نحكي على خد على الخدمه نتاعي في ايطاليا وفي مصر والكل. يا اخي بعد اقترح عليا دور الصينية، عجبني الدور واكسبيرونس معناها جديده بالنسبه لي، خاطر انا قبل كنت ديما نعمل ادوار دراما برشا، اول مره نعمل دور اكسيون ودور هكا شويه واحده بيدا شوية في الفاسون هكا مريحة، فهمت؟ دونك حاجة جديدة معناها عليا، كوميدي ما عملتش قبل كوميدي، دونك التعامل حاجة جديدة بالنسبة لي. التعامل مع لطفي العبدلي ساهل صعيب؟ تلقى روحك مع من نجم رقم واحد تقريبا في الكوميديا اليوم، نجم رقم واحد من حيث القاعدة الجماهيرية في العمل نتاعو للمسرح، تلقى روحك في عمل معاه، كيفاش كان؟ والله انا كنت مرتاحه برشا معاه في العمل، مخليه لطفي بالحق يعاون ياسر وزملائه، يركز مع مبطل ديما يحاول باش يطلع منه حاجه هذيا، معناها الاكسبيريونس نتاعو ديما يحاول معناها يعاون بها العباد، فهمت؟ وينصح العباد معناها. بالعكس انا استفدت من الخدمه معاه ومن الاكسبيريونس نتاعو، و انا كنت اكسبيرونس بها برشا معناها. لطفي انا بالنسبه لي شرف معناها، لكن الشرف انك تكون موجوده في الجاسوس ومع لطفي العبدلي. الاربع حلقات تفرجت فيهم، تبعت قاعده تتبع من غادي؟ بيان سيغ، ديما ساعات نخلط عليهم ساعات نخلط عليهم، قاعده نتفرج فيهم. يضحكك كي تتفرج اليوم العمل بعد ما حضر سي في زاويه المتفرج، ما عادش انت في وسط العمل تمثل، تضحك مع العائله مع الاصحاب كي يتفرجوا؟ نضحك اي برشا حاجات ضحكوني، شفتوا حلقة اليوم وحليها برشا عجبتني، برشا حاجات ضحكوني معناها، ضحكوني بليتو مي فما كوميم قصة فما بالمسلسل. خرق العادة، الجمهور التونسي بدا يتفاعل معاك، يجيوك مساجات برشا فرحانة بهم، مساجات فرحانة بستوري بداو معناها يكتبوا لي ديجا، حتى في فلورز بداوا يجوني برشا كويسه، بداوا يزيد العدد تاع الفولورز نتاعك، وفما من الجمهور التونسي حاجه تعمل كيف هذايا به. موجه النقد اللي قاعده تتقال شويه على عمل في تونس، ما نعرفش تبع السوشيال ميديا ولا، قاعدين يقولوا عمل اوكي، فيه الضحكه، فيه الضمار جديد، لكن فيه شويه غشه، شويه اوزي طريقه النقد، طريقه الفدلكه اوزي شويه. انت من راي هذا ولا ترى عادي وفي الحدود العمل اللي لحد الان؟ بو انا منتاليتي اخرى دونك من العمل نشوف فيه محلاه، بالعكس برشا جو برشا ضحك، مانيش نشوف معناها حتى كي فما زيت كي شويه، انا الرفيع بالنسبه لي انا